بنشكر معالي اللواء خالد بسعيد رئيس الإصلاح الإداري بهيئة الرقابة الإدارية على هذا الشرح الوافي للاستراتيجية. ما ينفعش يبقى هذا اللقاء وما بنتكلمش فيه العالم الجليل الأستاذ دكتور عمرو الورداني، هيتكلم عن يعني رؤية الدين الإسلامي في هذه القضية المهمة. فيتفضل دكتور عمرو بيقول: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة ودا. أما بعد، فضيلة الأستاذ الدكتور حسن راتب، فضيلة الدكتور طلعت عبد القوي، أخي وصديقي حبيبي فضيلة سعادة المستشار محمد عمر القمادي، السادة الحضور جميعا، أنا في الحقيقة لماذا أنا موجود هنا؟ في الحقيقة أنا موجود هنا لمعنى مهم. إيه المعنى المهم؟ تعالوا نتفق على أن الفساد هو الثقب الأسود للتنمية. الفساد هو الثقب الأسود للتنمية، لا نستطيع أبدا أن نشعر بالتنمية أو أن نشعر بالحضارة ما دام هناك فساد. وأسوأ ما في الفساد أنه يجذب التنمية بغير أن نشعر، هو يقوم بفك التنمية للمصالح الشخصية بعيدا عن أن تصب في الحقيقة. مهما حدث نمو في المجتمع فلن يصل إلى حد التنمية ما دام الفساد موجود، لأن هناك فارقا ما بين النمو والتنمية. سيظل الحاجز، أهم الحواجز ما بين النمو والتنمية، وجود الفساد، وهذا سيلتهم التهاما كل محاولات النهوض بهذا المجتمع الذي يصح أن نسميه مجتمع مليء بالأعباء. تعالوا نسأل لماذا أنا أتكلم. أنا عندما أعلم الطفل الصغير كل المعارف الدنيا أعلمه ثلاثة أمور. عندما يسألني لماذا خلقت، أنا لا أكتفي أن أجيب عليه بأنني خلقت من أجل العبادة، ولكننا خلقنا من أجل العبادة والعمران والتزكية. الحقيقة أن العبادة والعمران والتزكية كلها يمكن أن يدخلها فساد، كلها يمكن أن يدخلها فساد. هناك فساد العبادة وفساد العمران وفساد التزكية. عندما نتكلم عن فساد القيم فهو فساد في التزكية، في تزكية النفس التي خلق الله الناس من أجل تزكيتها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. إذن هناك ما يسمى بفساد التزكية التي يتسبب فيه فساد القيم. أنا أصنف المؤسسات الدينية على أنها مؤسسات حارسة للقيم. أقول لكم إن المجتمع كسفينة تمر في أعباء الحياة. هذه المجتمعات لابد أن تقوم بحمايتها القيم. إذا فقد المجتمع القيم لا تستطيع أن تنجو سفينة المجتمع. فالمجتمع بالأساس أهم ما يحميه هو القيم. تعالوا لنسأل، نحن عندنا أسباب كثيرة للنهوض، ما الذي يجعلنا لا نتقدم؟ المشكلة الحقيقية تنصب في القيم. وأنا الله سبحانه وتعالى أمرني أن أبشر الناس بأن دين الإسلام دينا قيما، إن القيم هو السند الحقيقي لمقاومة الفساد. وعدم وجود منبر للقيم وعدم وجود حركة للقيم أن تتحول هذه القيم إلى حياة، فساد عريض. أنا سأضرب لكم مثالا بسيطا. هناك قيمة تسمى بقيمة الإبداع والابتكار، وهذه القيمة أحد البروفيشنال فاليوز، القيم العشر المهنية التي اتفقت عليها كل الأمم، وهي قيمة الابتكار والتجديد. ما الذي حدث؟ خرج لنا أحد الناس ليفسد عندنا قيمة إسلامية، وهي قيمة، دائما أضع هذا السلوغن، هذا التعبير. ما هذا التعبير؟ من علامات صدق الحب، صدق حب الله، الإبداع في حب البديع. فخرج لنا أناس أفسدوا مفهوم البدعة، فجعلوا البدعة تكون في كل الحياة، فأوقفوا التنمية وأفسدوا الحياة الاجتماعية. أضرب لكم مثالا واضحا، نحن لا نحتاج لنهدم المجتمع إلا أن نستخدم مفهوم البدعة بمفهوم واسع. الثياب بدعة، الأفكار بدعة، الخطط بدعة، الرؤية بدعة، الاستراتيجية بدعة. نحن لا نحتاج لشيء أكثر من ذلك لنفسد الحياة كلها. أرأيتم؟ تعالوا
لنرجع قليلا لأشير إلى شكل آخر من الفساد يتعلق بوظيفتي ومهمتي. أنا شاكر للكلام الكثير الذي تكلم عن الجوب ديسكريبشن، الوصف الوظيفي لكل مهمة، لأننا لابد أن نصطلح على نوع آخر من الفساد، وهو ما يسمى فساد الدوري الذي يؤدي إلى دور الفساد. هناك فساد في الدور يؤدي إلى دور أصيل للفساد. الناس جميعا في أكثر الأحيان يديرون أمورهم بكثير من الفساد. لماذا؟ لما حدث فساد في الدور أدى ذلك إلى ماذا؟ إلى دور كبير للفساد. هذا لابد أن أشير إليه بهذه القصة. في خمسينيات هذا القرن خرج فكر يتكلم عن ما يسمى بالعدالة الاجتماعية وينشر هذا في المجتمع، ثم جاءت ثورة تبنت هذا الفكر، وجاءت بعض التيارات التي تسمي نفسها تيارات الإسلام السياسي، وجدت أنها لابد أن تقابل المشروع المركزي، مشروع هذا المشروع الشيوعي، هذا المشروع المركزي بمشروع آخر بديل. فماذا فعل؟ أراد أن يأتي بمشروع بديل. فنظر ماذا يجد؟ إن هذا المشروع ملك الدولة وصار له سلطة الدولة، فأنشأ في ظل العدالة الاجتماعية ما يسمى بالإصلاح الزراعي، بغض النظر عن تقييمنا لهذا الأمر. ولكن في الإصلاح الزراعي ماذا تم؟ هذا ملك الأرض للناس. ماذا نملك نحن؟ من الذي يتكلم؟ أصحاب تيارات الإسلام السياسي. نحن لا نملك شيئا إلا الدين، والدين له مفهومان. المفهوم الأول الدين بمعنى العلم، والمفهوم الثاني الدين بمعنى التدين. وكلنا نملك مفهوم الدين بمعنى التدين، كلنا نتدين، كلنا يصوم الاثنين والخميس، كلنا يفعل ما يشاء، يتعبد الله كما يشاء، هذا نملكه. لكن الذي لا يملكه إلا عدد من الناس هو مفهوم الدين بمعنى العلم، الذي فيه قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فماذا فعلوا؟ أتوا وأنشأوا فكرة، هذه الفكرة من أفسد الأفكار للمجتمع المصري، فكرة شعباوية الدين. الدين بمعنى ماذا؟ بمعنى العلم. والشعب المصري شعب لطيف، يحب المشاركة، أنا أسميه يحب المشاركة. فهو يستطيع أن يكون مثلا عندنا 95 مليون محلل سياسي و95 مليون كذا، فالشعب المصري مستعد لهذه الطفرة في مسألة عدد المفتين وعدد المشاركين في المجال الديني بشكل واضح. فماذا فعل؟ فملك الناس الدين بمعنى العلم، فأصبح الناس جميعا يفتون في الدين. شكرا لحضراتكم، وأنقل لكم شكر فضيلة المفتي، وتمني أن يكون معكم، ونلتقي على الخير إن شاء الله في مرة أخرى.